أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الضابط في الكرامات؟ وهل يمكن أن تحصر للمقاتلين كأن تصدر منهم رائحة المسك والابتسامة عند الموت؟ فما كيفية التعامل مع هذه القصص؟ هل ترد أم أنها حقيقة؟ الكرامات هي الخوارق، الخوارق للعادة، الخوارق للعادة هذه تنقسم إلى خوارق شيطانية وهي التي مرت بنا، وإلى خوارق من الله جل وعلا وهي على قسمين: معجزات للأنبياء وكرامات للأولياء. من هم الأولياء؟ قال الله جل وعلا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله. كل مؤمن تقي فهو ولي لله عز وجل، وكل كافر مشرك فإنه ولي للشيطان. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، يخرجونهم من النور إلى الظلمات، فهذا هو الولي. وما يجري عليه من الخوارق كرامة من الله سبحانه وتعالى، أما ما يجري على أيدي الأشقياء والكفار والمشركين والفسقة فهذه ليست كرامات، هذه خوارق شيطانية، خوارق شيطانية. نعم، كما سبق.